أبسط يا ريس، أبسط توثيق لهذا المجلس في إنجازاته، وأبسط تكريم لأعضاء المجلس نقيبا وأعضاء حتى من أعلنوا عدم الترشح، أنه زي التقليد الموجود في مبنى القضاء العالي وفي مجلس القضاء الأعلى أن يوضع لوحة شرف بأسماء أعضاء المجلس في داخل هذه القاعة أو المبنى الجديد. أعتقد ده أبسط تكريم وتوثيق، زي مجلس القضاء الأعلى يتعمل لوحة شرف فيها أسماء كل الأعضاء والصور.